علينا وعلى السيران بقى. يعني اذا كنت رجال ما راح اخلص معك، والولد اللي ما عم تعجبك شو بتريد يساوي؟ صار شو رايك تنسيني وتريحيني بقى؟ اذا كان عم تلمح على شغلي فبحب ذكرك انه هذا الشغل هو اللي فاتح بيتنا وعم يصرف علي وعليك وعلى اخواتك. شو هالحكي؟ كتر خيرك والله يا اختي، فضلتي علينا. انا بالنسبه لي شخصيا فضلتي على طربوش اللي نفضني يا سهر. ولك انا ما عم مننك، ما عم مننك يا اجداب. قوم البس لك الشغله، طلع اتغدى معنا برا. قوم. انا بالنسبه لي عامل رجيم طارق. وبعدين معك يعني والله مو عيشه، هي كله نكد بنكد. خلاص سهر، انت شو بدك فيني؟ انتوا مو بدكم تتغدوا برا؟ طلعوا انبسطوا رواق. انا بالنسبه لي اتركوني اعتقوني. ايه